السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركيب شبكة ري مدافع زراعة البرسيم موسم 2024 منطقة الواحات البحرية البويطي، رشاش 1.5 بوصة، نصف القطر 30 متر، تطريق 25 لـ30 متر مكعب ساعة، خفيف جدا على التربة، ينجز معانا في الوقت، التصريف بتاعه عالي، اشتغل على الطاقة الشمسية، يحتاج ضغط من 3.5 لـ4 بار، ما شاء الله الله أكبر، جميل جدا، سهل الاستخدام، قطع غيار موجودة، الصيانة كانت تكون معدومة خالص لأن الرشاش بالكامل ألمنيوم نحاس، ما شاء الله الله أكبر، المدفع الواحد يروي أكثر من فدان إلى ربع في أقل من نص ساعة.